أكثر من الحدث. في زمن التصعيد، عقوبات أمريكية تلاحق فولاذ إيران، والأخيرة تواصل قرصنتها البحرية، وكوريا الجنوبية ترد بمدمرة. أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال. بيان العلا يؤكد على وحدة الصف الخليجي والتكاتف في وجه أي تدخلات أو تهديدات. في التفاف على العقوبات، تقرير يكشف الستارة عن جانب ضباط النظام السوري ملايين أو جني ضباط سوريين ملايين الدولارات مقابل إخراج معتقلين. طريق سرت الساحلي الشائك محل توافق عسكري، والقبعات الزرق تستعد للانتشار رغم الامتعاض الصامت. بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحوافز اقتصادية أمريكية في الطريق إلى الخرطوم. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا، وساعة إخبارية مفصلة بمواضيع كثيرة على رأس هذه الساعة. البداية من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاع الصلب الإيراني، وطالت العقوبات الجديدة شركة صينية مسؤولة عن توريد أقطاب الجرافيت، والتي تعتبر أساسية لعمليات التعدين وإنتاج الصلب، إضافة إلى 12 شركة إيرانية عاملة في قطاع الصلب والمعادن وثلاثة أفراد. وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن قطاع المعادن الإيراني يمثل مصدر دخل رئيسي للنظام الإيراني، وتذهب الثروات التي يدرها لقادته الفاسدين وتمويل الأنشطة الإيرانية الخبيثة. ووفقا للبيان، والتي من بينها تطوير أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الإرهابية، إيران وفي تحد وخروج متجدد عن بنود الاتفاق النووي. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده بدأت بإنتاج اليورانيوم مرتفع التخصيب بنسبة 20%، وأنها تنتج حالياً ما يصل إلى 9 كيلوغرامات شهرياً، مشيراً إلى أن إيران ماضية في عمليات التخصيب وأنها مستعدة لرفع الإنتاجية في حال صدرت الأوامر. تقنيا تمكنا من البدء بالتخصيب على مستوى 20% منذ أكثر من 24 ساعة، وبمشيئة الله سيكون بمقدورنا إنتاج 17 إلى 20 غراما كحد أقصى كل ساعة، ونحن نفعل ذلك والعملية ثابتة. بمقدورنا إنتاج 7 إلى 9 كيلوغرامات في الشهر، كما يمكننا أن نرفع ذلك إلى 120 كيلوغراما إذا طلبت السلطات. أعرب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستانو بيتر عن قلق دول الاتحاد من تعنت إيران وعدم التزامها ببنود الاتفاق النووي عقب إعلانها مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مؤكدا في السياق مضاعفة الجهود للحفاظ على الاتفاق والعودة إلى تنفيذه بالكامل. قلقنا للغاية من الإجراءات التي تتخذها إيران فيما يتعلق بأنشطتها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وعلى الرغم من التعنت الإيراني المؤسف، فإن هناك خطة عمل شاملة مشتركة تهدف إلى التحقق الصارم من الإجراءات التي لا تزال سارية، واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها الاجتماع الوزاري في الأول من ديسمبر الماضي، سنضاعف جهودنا للحفاظ على الاتفاق والعودة إلى تنفيذه بالكامل من قبل الأطراف كافة. هذا وتتصاعد حدة التوتر بين طهران وسول على خلفية احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية، فقد استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لتقديم احتجاج رسمي حول احتجاز ناقلة النفط، فيما تحدثت تقارير عن استغلال طهران لهذه القضية لتحرير أموالها المجمدة بلقاحات لفيروس كورونا وبعض السلع الأخرى. اوكي.
إذن ما زلنا في إيران والقضايا المتعلقة بإيران، منها الأموال المجمدة، هو عنوان خلاف قديم جديد عاد ليخيم على العلاقات الإيرانية الكورية الجنوبية. فبعد أكثر من عام على وقف العاصمة سيول لاستيراد النفط الإيراني امتثالاً لقرار الإدارة الأمريكية بسحب الإعفاءات النفطية، لا تزال قضية الأموال الإيرانية المحجوزة في كوريا الجنوبية عالقة. جديد هذا الملف ما أعلنه رئيس المصرف الإيراني المركزي عن تقاضي سيول بمبالغ أو مبالغ مقابل الاحتفاظ بسبعة مليارات دولار من تلك الأموال المجمدة. إذ زعم رئيس المركز المركزي الإيراني أن سلطات سيول لا تسمح بتحويل السبعة مليارات دولار ولا تدفع فائدتها وتأخذ كلفة الاحتفاظ بها. كانت كوريا الجنوبية بعد فرض العقوبات الأمريكية قد جمدت أموال النفط الذي اشترته من إيران، لذلك لم يعد يسمح لطهران باستخدام تلك الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية من كوريا الجنوبية. في هذا الإطار حاولت إيران قبل مدة وجيزة استخدام تلك الأموال لشراء لقاح كورونا، إلا أن حكومة سيول اشترطت عليها التعهد بقبول شروط عملية التحويل، شرط رفضت طهران الموافقة عليه لأنه كان لابد من تحويل 180 مليون يورو عبر بنك جي بي مورغان الأمريكي وتحويلها إلى أو تحويلها إلى دولار ثم تسليمها إلى البنك السويسري الذي يتعامل مع منظمة الصحة العالمية. إشارة إلى أن إحصاءات الجمارك في كوريا الجنوبية أظهرت عام 2020 وجود 167 مليون دولار فقط من الصادرات التي أو الصادرات إلى إيران، وذلك ما يزيد قليلاً على 8 ملايين دولار من الواردات. من أبو ظبي ينضم لنا الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. أهلا ومرحبا بك دكتور فهد. دكتور فهد، ربما نتحدث عن قضية تعود وتذهب وتختفي لتظهر مرة أخرى وبأشكال مختلفة، القرصنة البحرية التي تمارسها إيران، وهل نستطيع القول أن هذا الكرت يستخدم من وقت إلى آخر ربما لإظهار أن إيران ما زالت موجودة، ما زالت تمتلك كروت، ولديها ربما قادم مختلف عن ما هو مطروح الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المفروض في القانون الدولي أن الدول المحاذية للمضيقات والممرات الاستراتيجية حسب اتفاقية 1980 أنها هي تكون مسؤولة عن حماية هذه المضائق، وأنها هي تكون مسؤولة لما يسمونه مبدأ الأكاونتابيليتي، فهي مسؤولة. احنا اللي شاهدناه بالعكس، لكن أيضا احنا شاهدنا التقاعس الدولي. التقاعس الدولي صراحة أمر محير. يعني تخيلي لو دولة عربية عملت، لو مصر اعترضت في القناة أو أي دولة أخرى، ماذا يحدث؟ لكن نشوف أنا هناك صمت مريب للأوروبيين، هذا اللي جعل الإيرانيين يتمادون. النقطة الثانية، المبلغ 167 مليون دولار ليس بذاك المبلغ الكبير، ولكن مبدأ احتجاز الناقلات هذا الحقيقة هذا ابتزاز، هذه بلطجة دولية وبموافقة دولية، وراح تشوفين سوف تخضع الحقيقة المجتمع الدولي وكوريا سوف تخضع وتسلم الفلوس، لأن المجتمع الدولي الظاهر لا يفهم إلا هذه اللغة. وماذا عن إرسال المدمرة؟ أليست هناك رسالة أخرى ربما من إرسال هذه المدمرة واقترابها أيضا من إيران؟
نعم كوريا تريد الحقيقة أن تتعامل بالجزرة والعصا، لكن يعني مدمرة كوريا واحدة فقط هو نوع رمزي من الاحتجاج، وأنها قد تكون تشارك. وكان في موضوع كبير طلع اللي هو تشكيل تحالف دولي لتأمين السي كارادور، الممر البحري اللي طوله 2 كيلو من الألغام ويكون على شكل قوافل. بعدها هذا الاقتراح خفت بعد ما تم ضرب العديد من الناقلات بالألغام، بعدها خفت اختفى. فكوريا الشمالية كوريا الجنوبية أرادت أن توجه يعني أنه والله أرسلنا مدمرة كنوع من الاحتجاج العسكري، لكن مدمرة واحدة يعني لا ليس لها القوة النارية الكبرى لكي تفرض غرار بصراحة. طيب الأمن البحري الآن هو مهدد، ونحن نتحدث عنه منذ عام 2014، ليست المحاولة الأولى لإيران لاحتجاز أو اختطاف أو حتى التدخل بشكل مباشر وسافر في المياه بشكل كبير. كيف يمكن المجتمع الدولي الآن في هذا التوقيت الحاسم وحتى مع تغير يعني الآن بداية يعني دخول الأيام، يعني لم يتبقى إلا أسبوعين ودخول بايدن على رئاسة حكم الولايات المتحدة، هل يمكن أن تتغير مع هذه المعطيات؟ والله أنا أعتقد قد تسوء، لأن الإيراني يناور أول شيء يستخدم عامل الوقت وعامل الزمن، أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس أمامه مدة طويلة. النقطة الثانية أن الرئيس بايدن هو امتداد للبوليسي لسياسة الرئيس أوباما اللي تقول يجب أن نعطي إيران فرصة، لذلك أنا لست متفائلا. النقطة الثالثة، الإيرانيين جربوا هذا السلوك، احتجزوا أيضا قوات مارينز على فكرة، واستطاعوا الحقيقة أن يحققوا نصر إعلامي، صوروا المارينز الأمريكان مكتفينهم ووضعوها لوسائل الإعلام، وكان هذا له صدى داخلي يعني كبير أن النظام لازال قوي يرد على التقولات التي تقول أن النظام ضعيف. فهو النظام يريد أن يعمل شو فورس، عرض القوة، وعرف كيف يتعامل مع المجتمع الدولي. إيران عندها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، عندها خطف في 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 جرائم خطف حدثت. هذا الحبيب الأهوازي اللي من الأهواز اللي جاء من لندن وخطف في تركيا وحكم في إيران، لم يتحرك العالم له، يعني ما شاهدنا حقوق إنسان ولا شاهدنا. نأتي على المستوى البحري، هناك تواجد كبير للقطع الأمريكية، ما في تنظيم لحرية المرور المفروض يكون، ومع أن في تمارين كثيرة، لكن لا يوجد تنظيم لانسيابية المرور وحركة الملاحة البحرية بأمان، لا يوجد. لماذا لا أعلم، هل لازم دول الخليج تطرح هذه المبادرة، مع العلم أن هناك تمارين كثيرة عسكرية قامت على هذا الموضوع، وجود أمريكي مكثف، ربان السفينة دائما إذا صار عليه مشكلة هو يعمل نداء استغاثة، مايدي 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 يقولها، فكل السفن البحرية. طيب سلوك إيران في صميمة دكتور فهد هو إضرار لمصالح الولايات المتحدة مع شركائها في المنطقة، ونحن نتحدث هنا عن الشرق الأوسط، نتحدث عن المياه الإقليمية. نعم. التي تزرع فيها الألغام، تهدد الملاحة البحرية بشكل أو بآخر، وجود حتى ناقلة النفط صافر والتي ستشكل دمار هائل على مستوى الساحل. الحديث هنا كيف يمكن كبح جماح إيران حتى لا تكون هذه بداية الرسائل، أنه بداية عودة سيناريو احتجاز السفن والقرصنة. صحيح، أنا أعتقد إحنا لازم يصير في ميثاق دولي تقترح دول الخليج والدول المطلة على البحر والدول لها مصالح لحماية الممرات البحرية الحرجة الخطرة، مثل مضيق باب المندب وستريت أوف هرمز ومضيق هرمز. هذا على الأقل يجعل فيه التزام وواجب عسكري. طيب كيف يتم ذلك وما زال هناك ارتباك أوروبي، ما زال هناك تردد بين إدارة ماضية وإدارة قادمة، ما زال هناك من يعني لا يمسك العصا من الطرف وإنما من المنتصف للحفاظ على مصالحه مع إيران؟ بلا شك أنا أتفق معك، الأوروبيين يعني يريدون لهم مصالح في إيران ومصالحهم غير متضررة في الواقع، فهو لا يريد خسارة مصالح مع إيران. المصالح المتضررة والتهديد يقع على دول الخليج. أيضا الإيرانيين في تحديهم لكوريا هو الحقيقة، لأن كوريا أيضا تحتاج أمريكا في مواجهة كوريا الشمالية، فهو يريد أن يحرجهم أيضا ويضغط عليهم. فهذه كلها الحقيقة إثارة المتاعب في الممرات البحرية هو كرت تستخدمه إيران. الحل تشكيل تحالف
لتأمين هذه الممرات الملاحية. شكرا جزيلا لك على هذا الوقت والتوضيح. كنت معنا دكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا لك. أكدت القمة الخليجية على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات، كما أكد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، كما تم الاتفاق في القمة الخليجية على تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون وعلى مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية. بيان العلا أكد أيضاً على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقاً. القمة شهدت لقاءً بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم استعرض علاقة السعودية وقطر. تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة. وقد أكدت قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن ما تم التوصل إليه في قمة العلا يعتبر طياً كاملاً لنقاط الخلاف مع قطر وعودة للعلاقات الطبيعية. نعم، بحمد الله وتوفيقه، ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضاً الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول الأعضاء وأيضا مصر، وسوف يكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة واستقرارها. واصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في جولة في المواقع الأثرية في مدينة العلا، وكان ولي العهد السعودي استقبل أمير قطر لدى وصوله إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية. استقبل مطار القاهرة وفدا قطريا مكونا من 9 مسؤولين برئاسة وزير المالية علي العمادي، وأكدت مصادر أن الزيارة ستستغرق ساعات لحضور 1 الفعاليات في القاهرة. وأفادت مصادر للعربية أن وزير المالية المصري استقبل نظيره القطري لدى وصوله. فضلاً وليس أمراً، فاصل قصير نعود لكم. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. أهلا بكم.
بكم من جديد إلى سوريا. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أسلوب جديد يتبعه النظام السوري في تجنب العقوبات المفروضة عليه والحصول على أموال طائلة من خلال ابتزاز أهل المعتقلين والمفقودين لديه وإرغامهم على دفع رشاوى مقابل الإفراج عن أبنائهم أو أقاربهم، حيث تبدأ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها وفقا للصحيفة من 5,000 دولار أمريكي وصولا إلى 30,000 دولار. وبحسب الصحيفة فإن مسؤولي النظام في معتقل واحد فقط حصلوا على نحو 2,700,000 دولار حصيلة الابتزاز الذي مارسوه، حيث تتكون شبكة الفساد هذه من قضاء وضباط وعناصر أمن وحرس تشارك أرباحها مع الأجهزة الأمنية، وعبرها تصل الأموال إلى شخصيات داخل النظام مشمولة بالعقوبات الدولية. من غازي عنتاب ينضم إلينا حسن النيفي، الصحفي والمعتقل السابق في السجون السورية. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. أستاذ حسن، يعني ربما نفس الملفات تتكرر عندما تبدأ الحروب تذهب إلى منطقة أخرى، يبدأ يتم استغلال ملف المعتقلين. ما يحدث في سوريا الآن وهذه الأرقام المفزعة، يعني من 5,000 دولار إلى 30,000 دولار مقابل معتقل واحد في ظل ظروف الناس القاسية، وبالتالي هي تجربة مريرة أنه الكل مشتاق لخروج معتقل أو مسجون أو معذب داخل هذه السجون الوحشية. كيف يمكن وصف هذه التجربة وما مدى خطورة وجودها الآن بدون رقابة؟ مساء الخير لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. واقع الحال نحن لا نتحدث عن ظاهرة جديدة لدى النظام آل الأسد، بل إننا نتحدث عن ظاهرة هي ظاهرة قديمة تعود إلى مطلع الثمانينيات، ومؤسس هذه الظاهرة بلا منازع هو المقدم فيصل غانم مدير سجن تنمر، حيث كان ضابطا مقرب من رفعة الأسد شقيق حافظ الأسد آنذاك، وكانت أمه أي والدة مدير سجن فيصل غانم تقيم في قرية بسنادة في ريف اللاذقية، حيث كان يذهب أهالي المعتقلين إليها ويأخذون إليها الذهب الخالص. هي كانت تشترط أن تكون الرشوة من الذهب الخالص، وتعطيهم ورقة ليأتوا بها إلى السجن ليزوروا أبنائهم وذويهم. لكن كم هذا المعتقلين موجود أيضا لهذه الظاهرة؟ هو العميد نتكلم عن هذا الكم، هذه الوحشية، يعني السجون وصفت بالمسالخ البشرية. نعم، يعني نستطيع القول في سجن تدمر في الثمانينيات كان هناك عشرات الآلاف في سجن تدمر، وكانت الزيارة هي حصرا عن طريق مدير السجن المقدم فيصل غانم وحصرا عن طريق والدته، حيث فتحت له هذه المسألة نهرا من المال، ولم يكن أي ضابط أو أي مسؤول في الدولة يستطيع أن يمنح أهالي أي سجين أو معتقل أو مغيب كرت زيارة سوى عن طريق والدته. وثم جاء بعده أيضا العميد غازي كنعان عندما كان رئيسا لفرع المخابرات العسكرية بحمص، حيث أيضا أثرى من خلال هذه العملية التي هي سمسرة حقيقية. في بعد انطلاقة الثورة في عام 2011 أصبحت هذه الظاهرة واسعة الانتشار جدا، نظرا لكثرة الاعتقالات ونظرا للحالة الأمنية المتردية جدا، حيث فتح نظام بشار الأسد ومن خلال أعلى المسؤوليات والمراتب فتح لضباطه هذا الباب لكي يثروا أيضا من وراء هذه السمسرة، إذ الأهالي المعتقلين لا يجدون أمامهم سوى هذه الوسيلة واقع الحال، لأن المعتقل في سوريا أهله أو ذووه لا يستطيعون السؤال عنه لدى الفروع الأمنية، ربما لا يعرف. طيب كيف يستطيعوا تدبير يعني هذه المبالغ؟ نحن نتحدث عن مبالغ طائلة تصل من 5,000 دولار إلى 30,000 دولار في ظل حالة اقتصادية مزرية وصل إليها الناس لدرجة أنه ممكن يعني 100 دولار هي الراتب الشهر الكامل، لما أكون مخطئة في تقديري لهذا الرقم. صحيح سيدتي، يعني الدولار الواحد الآن يقابل 3,000 ليرة سورية، يعني عندما نقول 1,000 دولار معنى ذلك أنه 1,000,000 ليرة سورية، 5,000 دولار يعني 5,000,000 ليرة سورية. من يمتلك هذا المبلغ؟ نعم، ونأخذ بعين الاعتبار أنه راتب الموظف الآن يتراوح بين 40,000 إلى 70,000 ليرة سورية بحسب الدرجة. ولكن من ناحية أخرى يعني نحن لا نعلم
ما يجري بقلوب أهالي المعتقلين والمغيبين قسرا والذين لا يرون أي وسيلة أخرى لإيجاد أي خبر عن معتقليهم عن ذويهم، فهم أغلبهم يعمدون إلى بيع ممتلكاتهم، إلى الاستدانة، إلى أن يفعلوا أي شيء فقط من أجل أن يجدوا خبرا عن أبنائهم. يا ترى هم هل هم أحياء؟ طيب. عند استلام المبلغ أستاذ حسن، وهذه تفصيلة مهمة، عند استلام المبلغ وخروج المعتقل أو المحتجز أو المعذب أو حتى من لم يعد يعني لديه رغبة في الحياة من كثر العذاب اللي شافه، هل يصل سليم إلى أهله؟ هذا سؤال في غاية الأهمية سيدتي، وأشكرك عليه، لأنه هذه المسألة أحيانا يأتي يعني يتخللها الكثير من عمليات الاحتيال والنصب، فكثير من الضباط قاموا بالإفراج عن المعتقل بعد أن تقاضوا أموال طائلة، وما إن يعود المعتقل على الرغم مما فيه من مرض أو تعذيب أو تشوه، ما إن يعود إلى بيته بعد 10 أيام أو 15 يوم ثم يعود الفرع ذاته لاعتقاله، فهي عملية نصب واحتيال. ثم هناك حالات ربما أسوأ من ذلك، وهي أن الضباط الذين يعملون بهذه السمسرة يضعون سماسرة لهم، هؤلاء السماسرة ربما يكون من مراتب عسكرية أدنى أو ربما يكون أحيانا من المحامين الموالين. واضح أنها شبكة كبيرة، يعني قضاء وضباط وعناصر أمن وحرس وناس من الواقع عليهم أيضا عقوبات، يعني شبكة يعني لوبي كبير أستاذ حسن. هذا صحيح بالتأكيد، وهذه سيدتي أيضا هذه العملية تتم بعلم من النظام، يعني ليست عملية سرية، والسبب في ذلك أن النظام يتيح لضباطه أن يفعلوا ذلك مكافأة لهم وحرصا منه على إبداء أو استمرار ولائهم له. لقد قالها حافظ الأسد في الثمانينيات عندما قال هذه المرحلة وسخة ونحن بحاجة إلى الوسخين، وأنا أعتذر منكم ومن قناة مشاهدي قناة الحدث على التلفظ بهذه الألفاظ، ولكن وجع السوريين يبدو كبير جدا. طيب، ألا ترى أن هناك يعني تقصير من المجتمع المدني الآن، وخاصة أنه المعتقلين معروفين، أنه كل أسرة تعرف من لديها معتقل أو مخفي أو معذب، أو حتى أيضا من قتلوا تحت إثر التعذيب حتى لا تسقط هذه القضايا بالتقادم، كيف يمكن سريعا استغلال هذه النقطة والبناء عليها؟ يا سيدتي، ما قامت به المنظمات الحقوقية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان إذ قدمت من التوثيقات ما هو كافي لإدانة هذا النظام المجرم، وحضرتك تعرف قانون قيصر يعني اللي حوى 55,000 صورة لمعتقل تحت التعذيب، ولكن المشكلة أن الآلية التي يتم بها التعاطي مع هذه المسألة هي آلية لا أخلاقية، لأنها تخضع لإرادة مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو محكوم بالفيتو الروسي، وبالتالي مصالح الدول الكبرى، نفوذ الدول الكبرى كبير، هي التي تتحكم بهذه القضية. أشكرك، وهذا ما سمح به الوقت، ولكن وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن النيفي الصحفي والمعتقل السابق في السجون السورية. السلامة لسوريا. إلى الملف الليبي، حيث أفادت وسائل إعلام أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وأعضاء لجنة 5+5 اتفقوا على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي بسرت وتجهيزه بكل الإمكانيات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، بالإضافة إلى حلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق الطريق الساحلي وقفله. هذا وأوصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر مراقبين دوليين في ليبيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي. أفادت وسائل إعلام ليبية بمنع أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق دخول ناقلة نفط إلى ميناء الحريق النفطي بالمدينة.
المصادر أضافت أن الناقلة التي تحمل اسم أولمبيك فايتر كانت بصدد شحن 1,000,000 برميل من النفط الخام قبل تفريغها في الصين، مشيرة إلى أن سبب منع أفراد من حرس المنشأة النفطية دخول الناقلة إلى الميناء بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية على تأخر مرتباتهم منذ العام الماضي. من سرت ينضم إلينا اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. إذن الحديث، أهلا ومرحبا، الحديث الآن عن مدى أهمية وخطورة أيضا هذا الطريق الساحلي الذي يربط ليبيا شرقا بغرب. الوفاق وأعضاء الوفاق و5+5 الآن يعملون على تأمين هذا الطريق. ما المعلومات الجديدة بخصوص هذا التأمين؟ وهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إطار محدد لما سيتم؟ طبعا هناك لا شك تيار وطني حقيقي يريد أن يكمل المسيرة في إنجازات 5+5 وما تم تحقيقه وتحويله إلى واقع عملي، رغم بعض المحاولات في عرقلة ذلك من خلال تيار الإخوان ومن يدور في فلكهم، ولكن طبعا الإرادة الوطنية الحقيقة التيار الوطني الذي تقوده القوات المسلحة العسكريين بدأوا فعلا، وهنا لابد أن نحيي كل الشرفاء والوطنيين الذين يعملون على إنهاء هذه المرحلة والمساهمة فيها. ونتم هذا الدور طبعا، هذه الخطوة مهمة جدا، تشكيل القوة الأمنية لكي تؤمن الطريق الساحلي حسب الخطة، ستؤمن طريق كما ذكرنا سابقا حوالي طول 900 كيلومتر مثلث الجفرة بصراط السرس، يجري العمل عليه بقوة أمنية مشتركة طبعا، تؤمن هذا الطريق و يعني تكون في مواقعها بعد إخلاء السواسر و يعني تحويل الجبهة لتستلم هذه القوة الإجراء. طبعا ما يتم الآن هو يعني خطوة مهمة في سبيل إنجاز ما تم الاتفاق عليه، حتى وإن دخلت أو يرى البعض أن أدخلت بعض الشيء، ولكن من المعروف أن التيار الإخوان يحاول عرقلة هذه المسيرة أو هذه الإنجازات، لكن الحمد لله بدأت يعني على الأرض تظهر بشكل أقوى وتحقق تقدمات حقيقية. طيب، قبل قليل كان معنا اللواء المسماري وتحدث على أن الأمم المتحدة لن ترسل قوات فصل، ماذا عن ذلك أيضا؟ أول اتفاق في ما ينص في اتفاق جنيف 5+5 على وجود مراقبين فيما يخص وقف إطلاق النار، وهذه مسألة متفق عليها، يعني ليست دخيلة على الاتفاق أو ليست وليد اللحظة أو ليست آنية الآن أو لم تخلق الآن من أجل يعني لتغير معين، هي موجودة باتفاقية جنيف وجرت حتى تحديد العدد الأفراد والدول وجنسيات الدول التي سيتم الاستعانة بها بموافقة الطرفين، أيضا شكل عملهم وأماكن تمركزهم، كل هذه الأمور تم الاتفاق عليها. وطبعا بالتأكيد هذه من ضمن أن تعرف طيب. أن 5+5 مقررات تعتبر لكن هناك ملف يطرح نفسه بقوة سيادة اللواء، ملف الميليشيات والميليشيات التي سترفض إنجاح هذا المسار تحديدا في تأمين الطريق شرقا وغربا، نقاط تماس للوفاق والجيش الوطني، وهنا نتحدث عن أهمية المنطقة الواقعة واستماتة الميليشيات على دخولها، والمقصود هنا نحن نتحدث عن الجفرة وأهميتها العسكرية ووجود كثير من هناك. نعم تفضل. هناك نوعين من المجموعات المسلحة، هناك مجموعة لديها وعد وطني وتؤمن بالمرحلة وضرورة أن تخلي المجموعات المسلحة نفسها إما بالانضمام للقوات المسلحة أو حسب الشروط المتفق عليها أو بشكل آخر الانخراط في الاتجاهات مدنية أو أخرى، وهناك تيار كما هو معروف يدور في فلك كأخوان من وراء أو من يقود العمل على الأرض بالنسبة للإخوان وتأثيرات الدول التي تسعى إلى أن لا يتم تحقيق أي تقدم في هذا الشق، ولكن هذا التيار يبدو أن التيار الوطني فعلا بدأ يحقق يعني رغم كل هذه العراقيل،
لكن بدأت الخطوات تظهر عمليا. يعني جميل. للرأي العام ومن لا يعرف أهمية هذا التأمين لهذا الطريق الطويل، ما هي أهمية هذا الطريق؟ ماذا سيحقق على أرض ليبيا الآن؟ كيف يدعم نجاح أي مسار؟ ليبيا لازم يعني تكون معلومة واردة للجميع، ليبيا هناك إجماع ليبي بأن لا يمكن تجزئتها باعتبار أن الشرق والغرب هم قبائل واحدة مصاهرة، علاقات اقتصادية، يعني كيان واحد لا يمكن فصله ولا يمكن التفكير في أن يفصل. هذا هكذا رؤية كل أوطاني. طبعا الاندماج وتبادل يعني، وأيضا هي منطقة حساسة بالنسبة لمواقع لما تواجد فيها من ثروات، من مواني، من نفطية، من يعني من حركة جل الذين يعملون في النفط من كل أفقاع ليبيا يحتاجون إلى ارتياد هذا الطريق. المناطق المنتشرة في هذه المنطقة تحتاج إلى أن يفسح لها المجال لتستطيع الحصول على احتياجاتها. هناك وقود، هناك تأمين، نعم. هناك احتياجات يجب أن تصل بشكل انسيابي لكل هؤلاء، وطبعا تؤثر هذه المنطقة في التبادل الاقتصادي والاجتماعي وحتى الجوانب الأخرى اللي هي ما يخص الجانب حتى السياسي. طبعا بالتأكيد كل هذه المناطق تتأثر ببعضها، ولابد من أن يتم تحقيق هذه الخطوة لأنها ستعمل على يعني نجاحات أخرى، لأن دائما كل خطوة ناجحة تليها خطوات أخرى أعقد منها ربما، ولكنها تكون تأكيد يعني أيسر. بعد ذلك ننتقل إلى تفكيك المجموعات، ننتقل إلى إجلاء المرتزقة. هذه مسائل مهمة جدا، ولكن لابد أن ترتكز على خطوات قبلها، وهذه الخطوات إذا تتحقق يصبح الأمل أكبر وأسرع في إنجاز ما تبقى. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. في متابعة مستمرة لأي تطورات في الملف الليبي والسلام الليبي، اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين سيبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم غدا على رأس وفد أمريكي. يزداد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة، والأرقام تتضاعف كل يوم. ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث، مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقة. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. أوقاتكم. السودان، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له على تويتر أنه وقع على حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. واعتبر بومبيو القرار فرصة كبيرة للسودان ستعود بفوائد كثيرة. وكان الوزير الأمريكي قد أشاد بقرار واشنطن الشهر الماضي في إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ودعم الخرطوم في العمل الديمقراطي.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين سيبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم غدا على رأس وفد أمريكي. ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية أن الوزير الأمريكي سيلتقي عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وسيبحث الوضع الاقتصادي والمساعدات الأمريكية للسودان ومسألة الديون. وأفادت مراسلة الحدث في واشنطن بأن الزيارة تتضمن حوافز اقتصادية، كما سيتم فتح الباب للسودان أمام المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكدت أن هناك أن هذه الزيارة ستبحث الاستثمارات الأمريكية في السودان. من الخرطوم ينضم إلينا عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان. أستاذ عثمان، ربما إشارة بومبيو أنه تم التوقيع على حذف اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وقد سبقها الحديث كذلك على أنه تم التوقيع بالفعل، هذه الخطوة توثيقية أكثر وإثبات أكثر لحق السودان في ممارسة حياته الطبيعية دون أن يكون تحت مظلة الوصاية أو حتى المراقبة أنه دولة راعية للإرهاب؟ نعم، يعني هي الخطوة الأخيرة في سلسلة خطوات أدت الآن لخروج السودان بصورة كاملة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحمل تبعاتها الثقيلة طوال السنوات الماضية. الإجراء الأخير يسمح للسودان الآن أن يكون دولة طبيعية، أنه يزال بصورة كاملة، ويسمح له بممارسة التطبيع العلاقات خاصة المالية والاقتصادية مع المجتمع الدولي. ويبدو أن الزيارة نفسها، زيارة وزير الخزانة الأمريكي لاستكمال هذه الخطوة ولتأكيد أن الخطوة يجب أن تفهم دائما في السياق الذي يخدم العلاقات الثنائية أولا بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. وأعتقد أن الزيارة ستركز على هذا الجانب كثيرا، باعتبار أن هناك تقديرات أمريكية تعتقد أن السودان قد يلعب دورا اقتصاديا في الفترة القادمة إقليميا ودوليا يستحق فعلا أن يكون هناك تركيز في السياسة الأمريكية عليه. يعني الآن ربما السودان ينتظر انتعاشة اقتصادية والخروج من عنق الزجاجة إلى يعني منطقة أوسع يمارس فيها اقتصاده بشكل مرن وشكل سلس، ولا يمنع ذلك، السودان يمتلك الكثير من المقدرات. كيف يمكن لذلك أيضا أن ينعكس داخليا على السودان بارتفاع رفاهية المواطن الحياة أو حياة المواطن العادي على الأقل؟ حتى قبل خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كانت معظم الأوراق التي تضمن اتجاه السودان لبناء مستقبل جديد ترتبط بأوراق خارجية، بمعنى أن السودان يحتاج فعلا إلى التخلص من الأعباء الخارجية وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وإخراج اسمه من قائمة الدول الإرهاب الراعي للإرهاب حتى يستطيع أن ينطلق. الآن الوضع تغير تماما، أصبحت كل الأوراق داخل السودان، بمعنى حتى زيارة الوزير الأمريكي غدا للخرطوم لن تفيد كثيرا إذا لم ترتب الخرطوم من الداخل أوراقها حتى تستعد لهذه المرحلة، لأن بقية ما يجب أن يفعل لإيجاد الرفاهية للشعب السوداني ولتحقيق الانتقال نحو مستقبل أفضل بالنسبة لكل السودانيين يتوقف على السودان. يعني على سبيل المثال فقط، القوانين المرتبطة بالاستثمار، الآن هناك حديث عن استثمار أمريكي في السودان، لكن طالما هناك استثمار أمريكي في السودان هناك بيئة تشريعية يجب أن تكون ملائمة في السودان، وإلا لن يأتي الاستثمار، لأن رأس المال لا يأتي إلى الأماكن التي فيها مخاطر عالية. هذا الأمر يؤكد أن الآن انتقلت الكرة إلى الملعب السوداني، وما يجب أن يفعل لرفاهية الشعب السوداني يجب أن تكون من داخل السودان وليس من خارجه. الحديث الآن عن حزمة، ربما حزمة اقتصادية وحوافز اقتصادية بحسب مراسلة الحدث في واشنطن، ما هو نوع الدعم الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني وبالتالي انعكاسها على العلاقات الخارجية السودانية اقتصاديا؟ بصورة مباشرة هو دعم محدود جدا، يعني دعم رمزي، لكنه بداية على الأقل. يعني اختلفت الأمر الآن بين المقاطعة وبين الدعم. الدعم الآن يتمثل في حزمة مساعدات أصلا تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين يونيو الماضي، تتعلق بحزمة مساعدات دولية من ضمنها المساعدة الأمريكية، وهناك وهي الأهم ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية للبنك الدولي وللمؤسسات المالية لتحريك
ملفات الديون التي كانت على السودان، والتي إذا لم تحرك بمثل هذه الإجراءات لن يستطيع السودان الاستفادة من هذه الديون، من هذه المؤسسات المالية. لابد أن يكون هناك مدفوعات مقدمة لتحريك سجل السودان عند هذه المؤسسات. والأهم من كل ذلك، وأنا أعتقد هذه هي النقطة التي يمكن أن تكون محور الارتكاز، التعامل مع الديون. هناك ديون مباشرة على البنك مطلوبة لصالح البنك الدولي، هناك ديون لدول أخرى، هناك ديون لمؤسسات مالية دولية. الآن هناك محاولة جادة من الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أكبر إعفاء ممكن، أو تخفيض أو إعادة جدولة لهذه الديون بصورة من الصور. كل ذلك يعتبر حزمة المساعدات الأمريكية، لكن كما ذكرت في حجمها العام هي على سبيل المثال هي أقل مما دفعته السعودية والإمارات بعد الثورة مباشرة، الوعد الذي قدمته ب3.5 مليار. كل هذه الحزم أقل كثيرا من هذه التي قدمت دون مفاوضات ودون حتى مجرد جلوس في قاعة للتشاور في الأمر. أنا أعتقد الآن هي مجرد بداية قوية ومحاولة جادة من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السودان، لكن أكرر المسألة كلها تعتمد الآن على السودان. إذا لم يستطيع السودان أن يحرك آلياته الخاصة لبناء مستقبل السودان، من الصعوبة بمكان التعويل على المجتمع الدولي ولو كانت الولايات جميل المتحدة. جميل تركيز حضرتك على أنه لابد أن يكون الداخل السوداني هو من يحرك عجلة الاقتصاد، يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا يضعنا في نفس المربع. ومدى استعداد السودان للتعامل والتعاون وفتح أفق جديد، هل نستطيع القول بأنه على مدى قصير ربما يتعافى السودان داخليا؟ سريعا، يستطيع السودان أن يتعافى داخليا خلال زمن، نعم يستطيع أن يتعافى خلال زمن قياسي، وبل بالعكس ليس يتعافى فقط، يستطيع أن ينطلق في فضاء جديد ومنصة جديدة في زمن قياسي. موارد السودان هائلة جدا، قدرات السودان في كل المجالات أكبر كثير جدا من حتى بعض الدول الثرية، لكن الأمر كما قلت يتوقف على بناء خطة ورؤية وخطة استراتيجية تستطيع تستنطق هذه الموارد، لأنها لن تنطق لوحدها، لابد أن يكون هناك فعل داخلي سوداني وإرادة سياسية. أشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت وهذا الإيضاح من الخرطوم، كنت معنا أستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، شكرا جزيلا لك. فعلت عمدة مدينة واشنطن 340 عضوا من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في الاستجابة للتظاهرات المعارضة لنتائج الانتخابات والمجدولة ليوم الأربعاء. الرئيس ترامب غرد مشجعا مؤيديه على حضورها. الموعد يتزامن مع الخطوة الأخيرة في المصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس. تفعيل الحرس إذن نتابع. إغلاق للشوارع، وجود أمني مكثف، تفعيل للحرس الوطني، وإغلاق للمحلات التجارية، كل هذا تخوفا من التظاهرات التي نظمها مؤيدو ترامب، والتي وعد الرئيس خلال فعالية لصالح مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ في جورجيا بأنها ستكون كبيرة. شاهدوا ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة، شاهدوا ما سيتم الكشف عنه. ستكون التظاهرة الثالثة المؤيدة للرئيس ترامب منذ الانتخابات، وهي تهدف إلى منع سرقة النتائج كما يقول منظموها، والذين تنتمي مجموعة منهم لجماعات صنفت كجماعات كراهية مثل Proud Boys أو الشباب الفخورين، والذين تم اعتقال رئيسهم الاثنين بسبب تخريبه للممتلكات خلال التظاهرات الماضية، وأيضا بسبب حمله للسلاح. التخوف من العنف دفع شرطة واشنطن إلى تذكير المتظاهرين أن حمل السلاح بشكل علني ممنوع في شوارع العاصمة، وأن حمل السلاح سواء برخصة أو بدون رخصة ممنوع خلال التظاهرات وعلى بعد 300 متر أي 1000 قدم منها. عمدة مدينة واشنطن الديمقراطية حثت أهالي العاصمة على عدم التوجه إلى وسط المدينة خلال التظاهرة. نحث السكان على الأخص بتجنب المتظاهرين الذين جاءوا إلى هنا بحثا عن المواجهة العنيفة.
أما الرئيس ترامب فيقول إنه سيخاطب التظاهرة والتي تتزامن مع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات، الخطوة الدستورية النهائية التي ستصادق على فوز جو بايدن. رغم إصرار بعض النواب والشيوخ الجمهوريين على الاعتراض على النتائج، خطوة شعبية وسط مؤيدي ترامب، لكنها لن تغير من النتيجة النهائية. من الشقاق الحدث، واشنطن. الأخبار من الحدث. في زمن التصعيد، عقوبات أمريكية تلاحق فولاذ إيران، والأخيرة تواصل قرصنتها البحرية، وكوريا الجنوبية ترد بمدمرة. تؤكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها وتكاتفها. بيان العلا يؤكد على وحدة الصف الخليجي والتكاتف في وجه أي تدخلات أو تهديدات في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس. في التفاف على العقوبات، تقرير يكشف الستارة عن جني ضباط النظام السوري ملايين الدولارات مقابل إخراج معتقلين. طريق سرت الساحلي الشائك محل توافق عسكري، والقبعات الزرق تستعد للانتشار رغم الامتعاض الصامت. بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحوافز اقتصادية أمريكية في الطريق إلى الخرطوم. شكرا لكم على المتابعة مشاهدينا، فتحنا ملفات عديدة خلال هذه الساعة. الساعة القادمة فيها ملفات تفصيلية، والبداية من إيران. ألقاكم على رأس الساعة القادمة.